المسافة اللي بيقطعوها طلابنا 3 كيلو ذهاباً، 3 كيلو إياباً، يعني 6 كيلو يومياً ذهاباً وإياباً. وهذه يعني مشكلة معاناة بيعانوا منها، يعني مشكلة يومياً. نعم، وبضطر يعني البعض يمشي على أقدام نسبة عالية منهم، والقسم الآخر على الدواب يعني على الحيوانات. الانتهاكات التي تتعرض لها المدرسة من قبل الاحتلال، اختار الخلايا الشمسية والهدم في أي لحظة. هناك أيضا مشكلة أخرى، هي مشكلة التسرب الدراسي عند الطالبات، خاصة أن الطالبات يعملن مع عائلتهم بشكل كبير. بدون مياه فيش حياة. فحدث عندنا هون تدريبات عسكرية للاحتلال، فحفروا جوار حولوا مياه النبع على هذه الجوار، مما أدى لتنشيف النبع.